في أمهات زي مو أول ما بتطلع بوسة بيقفلوا التلفزيون وما بيرجعوش يفتحوا، وفي أمهات تانية زي خالتي بيغطوا عيون بناتهم وبيرجعوا يكملوا الفيلم عادي. وأنا صغيرة كنت دايما أسأل ليلى بنت خالتي على نهاية الأفلام وإيه اللي بيحصل بعد البوس. الرجالة بتدخل الستات أوض مكيفة وبيمدوا إيديهم هناك زي ما هيحصل معاكي لما تتجوزي. ما فهمتش ليه مكيفة؟ وفي إيه هناك؟ وإيه معنى لما أتجوز؟ من وأنا صغيرة وأنا بخاف من فتحات الجسم، خصوصاً لما شفت فيديو لدودة بتخش الودين وبتاكل الدماغ. يومها ما نمتش غير لما سديت وديني ومناخيري. لما عرفت بقى إن في فتحة تالتة هناك جبت المراية وبصيت. يومها ما نمتش غير لما لبست غيارين بدل غيار، وكل اللي سمعته بعد كده خلاني أخاف أكتر، خاصة بعد ما ماما قالت لي في حاجة جواكي لازم تخلي بالك منها كويس لغاية ما تتجوزي لأنها ممكن تتقطع. مدرسة العلوم قالت لي إنها بتتكسر مش بتتقطع، ليلى قالت لي إنها بتتخرم مش بتتكسر، وأنا بقى تخيلتها بتفرقع مش بتتخرم. وكل ما فكرت في الموضوع أكتر كل ما زودت الغيارتين. وأنا بستحمى كنت بحاول ملمسش الحتة اللي هناك غير بسماعة الدوش، والحقيقة أن ده كان ممتع وما بيخوفش، بس فضلت مقتنعة أن الموضوع هيكون مختلف لما حد تاني هو اللي هيمس. كان بقالي 3 سنين بشتغل مرشدة في مكتب سياحة لوحدي وزي الفل قبل ما الباشا يشرف. من الأول قلت له أنا هشتغل على الجداول وأظبط المواعيد وأنت جيب لنا السياح وشيل عني رحلات النيل. فضلت مستحملاه لحد ما بقيت مش قادرة استحمل فريقه. حاولت أتقل بس اتفضحت في مهرة لما عملت لايك بالغلط على صورة ليه بالمايو. بعدها بيوم اتجرأ وقال لي انه معجب بيه، ما كدبتش. وفي اليوم اللي بعديه مسك ايديا، واللي بعده خليته يبص في عيني. قلت له اني بحبه، قال لي انت اغلى ما ليه. مسكت وشه قرب عليا بصت شفايفه، اتحريني، اتبسطت، اتحمست، اتوترت. حسيت ان اللحظة دي هي اللحظة اللي ماما هتقفل فيها التلفزيون. قفلت رجليا ونزلت من العربية. وفي يوم تتجوزيني؟ وقبل كام شهر من الفرح امي خدتني وسط البلد علشان تشتري لي قمصان النوم. في يومه الاسود البسيله الابيض عشان تهونيها عليه، وفي يومه الابيض البسيله الاسود عشان ما تزخش عينيه. اتبسطت، توترت، اتلخبط. هو الجنس بيوجع قد ايه؟ طيب نشوف المنتدى ده. رحيق الربيع بتقول دمي ما وقفش وملى السرير. عطر الليل بتقول نصيحة لكل ست تشتري بينك. بينك؟ 3 من 4 ستات بيتوجعوا من اول مرة. يا رب خليني الست الرابعة يا رب. ما كنتش قادرة احدد اذا كان يوم ابيض ولا اسود، فقمت لبست ابيض من فوق واسود من تحت. الجو حر والمكيف ما بيشتغلش، انا عايزه مكيف، اكيد هتوجع، اكيد هموت. ركزي يا مريم ركزي، انت قدها هتستحملي. ايه ده؟ هو ليه مفيش حاجه بتحصل؟ هو ليه مفيش حاجه بتحصل؟ قله خبره حصل، جفاف المهبل حصل، التوتر حصل وبشده. بعد 10 أيام من المحاولة الأولى أخيراً حصل، بس ما حسيتش بحاجة، لا بتتقطع ولا بتتكسر ولا بتتخرم ولا بتفرقع. الوجع كان محتمل عادي ومنزلش دم حتى. ليه منزلش دم؟ اكتشفت بعدها من فيديو الأخصائية الجنسية إنه نساء البكارة بيتغير من مرأة للتانية، وبركي يكون موجود عند مرأة وما يكون موجود عند التانية، بركي يكون سميك بركي يكون مطاطي. عدت الأيام والموضوع كمل من غير وجع، بس برضه من غير ما احس باي حاجه حلوه. مصطفى كان دايما هو اللي بيبادر وانا بحاول اتفادى الموضوع. مرات الدوره بتنقذني ومرات بيكبس عليا النوم من حيث لا ادري، ومرات بستعين بقاتله البهجه، ولما كل ده ما ينفعش بمثل اني مبسوطه. لو بس العالم يعرف مواهبي ده انا استاهل جايزه اوسكار. فكري انتي بتحبي ايه وما تتكسفيش توجهيه. لما
النساء لا أصل إلى النشوة. 30% من النساء رح يوصلوا للنشوة أثناء الإدخال. عنا 70% من النساء رح يعوزوا تحفيز مباشر خارجي على البظر، وهالتحفيز بيختلف من مرأة للتاني. سألت أنا مين فيهم؟ افتكرت صديقة الطفولة وإزاي ساعدتني أكتشف جسمي من غير خوف، فقررت أجرب تاني بنفسي وطلعت فعلاً من 70%. طيب شمرك مامك يا مريم، جه وقت ميريل ستريب اللي جواكي تعتزل. انت اصلك مش ممثله، انت مرشده. حضرت له اكلته المفضله، سمك مع شويه جرجير. ما كنتش عارفه افتح معاه الموضوع، اتوترت بس صارحته وقعدنا نتكلم ساعتين. مسكت ايديه ووريته يعمل ايه، وفي لحظه اختفى الخوف ونسيت القلق والتوتر اللي عشت فيه سنين. اتبسطت، اتحمست، فرقعت. ليلتها نمت من غير ملبس ولا غيور. اليوم ده شفت جزء من مصطفى ما كنتش شايفاه، ووريته جزء مني ما كنتش عارفاه.